او يعني نعم نعم عايشك يا صديقة. اهلا وسهلا يا عم. مين الاخ الملبوس ده؟ قرقور السيد قرقور. قرقور هو اللي ناقص ده، انا لسه خارجه من الحجز. قرقور سيدتي قرقور. قرقور اه اهلا صديقه يا كودي بقى قرقور قرقور. ما تزعلش اغني لك اغني لك يا حبيبي. انا 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 ايه قرقور 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 قرقور. صديقه مش عارفه ليه. صديقه صديقه حدثينا يا صديقه عن مصر. مصر هي امي نيلها هو دم شمسها في سماري. معنا معنا مدخله تليفونيه مدخله تليفونيه. عشان انتهي من المداخلة وانا اعود اليك مرة اخرى. مداخلة تليفونية. الو من المتحدث؟ دكتورة سهيلة من مصر. اهلا ومرحبا بك سيدتي. ازيك يا سهيلة؟ استاذ زياد انتوا بتتكلموا عن المشاكل في مصر مش كده؟ نعم سيدتي. السؤال الان لماذا صديقة؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا اشتغل على الهوا دي هتنفسني ولا ايه يا بلاك؟ كان في لا بقول لك ايه يا سهيلة؟ عندك كلمة حلوة اقوليها ما عندكيش يا فلسطين ما اقولي في داهية. وهل صديقة هي التي تمثل الشعب المصري؟ انا الشعب يا حبيبتي انا الشعب. انا واخدة ملك الجمال الطبيعي 97 98 انت مش متابعة ولا ايه؟ لا بقول لك ايه لا 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 انت شايل يا حبيبي تقولوا ان يا صديقة ما شاء الله تقولوا تتميز بالتقطيع الواقع برشم الاحصائيات برشم الاحصائيات برشم الانطلاقات. صديقة بعدين من عدو الطيب وقدمنا هذا اللعبة تعتير يا عمري. بالطبع بالطبع نعم سيدي نعم. صديقة الآن حدثينا عن الاحتكار بمصر. هل يوجد احتكار بمصر صديقة أم لا يوجد؟ يوجد لا يوجد ويوجد ويوجد. الاحتكار وصل إلى مصر أيها السادة. ما رأيك سيد قرقور؟ إيه كل الاحتكار هذا معناه اللي عقلوا عقرشة برشية مدلل برشة برشانة اعتماد على الله دوي رابع تخسر العملية الاشتراك دواسي. طبعا سيدي. والآن أيها السادة الاحتكار وصل إلى مصر. أو نرحب بي ولا إيه؟ إلى أين تذهبين يا مصر؟ أيها السادة فاصل ونعود. لا 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 ثواني ازروني من البتاع ده. لا ايه ده ايه ده ايه ده انا كمان مش بتقول ايه ده من مصر راحه فين؟ لا 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 منكم جالسون. لا جالسون انا ما اعرفش اروح لوحدي صبر من اختي اجي ياخدني من هنا. لا لا زياد زياد اقصد انك عميد نجاتي مش اتوبيس تهريب. انا هفهمها انا هفهمها. ماله ما اتقالش جاد قال ايه؟ معلش معلش اجلس اجلس يا احنا قاعدين مع بعضينا. صديقه الى ان مضى بالفاصل حدثينا عن الاحتكار بمصر. اقول لك يا حبيبي اسالنا عن الاحتكار ده. انا اكثر واحده محتكره في مصر. نعم نعم كل الناس بتحتكرني. سهيلة بتبص لي لفوق من فوق لتحت ومش عارف بتبص لي من فوق لتحت وسنية اندرتيكر. بقول لك يا حبيبي. نعم انت تعرف حد اسمها سنية اندرتيكر؟ اه نعم شقيقتي من مصر. حبيبتي وحشاني سلم لي عليها قوي قوي قوي. والله وحشين انا كمان والله. يلا نعم نعم عمار عد بنا الان الفاصل. عمار ايها السيدات والسادة عدنا وعدتم من الفاصل. وقد اكدت لنا الصديقة انتشار الاحتكار بمصر ليس كذلك صديقة؟ طبعا يا اخويا ده منتشر اكتر من السجاير الفارغ. نعم 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 سيدتي. والان معنا مداخله تليفونيه. الو من الخليج العربي. الو اي متحدث؟ هلا 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 انا الفنانه العظيمه الكبيره مشاعل الدوكي. اهلا ومرحبا بك سيدتي الفنانه مشاعل. اهلا ومرحبا بك. ازيك يا مشاعل؟ ازيك يا بنت عامله ايه اخبارك ايه وحشاك؟ هلا صديقه بعد كلمه ليش بتجين علي انا وانت في الحجز يعني؟ معلش كنت مشغوله شويه زيك وزي السلك. هلا والله زين زين يعني؟ اقول لك يا استاذ زياد انا معجبه وايد 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 يعني. اه نعم تفضلي سيدتي. هل لك بعض الاقتراحات في هذه الحلقه سيدتي؟ طبعا استاذ زياد انا لي سؤال غايه في الاهميه. تفضلي سيدتي. ما هو رقم جوالك؟ قول لي عنوان سكنك. اصلي معجبه بك وايد وايد. معنا مداخلة تليفونية من مصر. دكتورة سهيلة تفضلي سيدتي. مشاعل اهدي شوية اللي تشوفينه حتى في الجوال. صديقة حدثينا الآن يا صديقة عن الفتنة بمصر. هل توجد فتنة بمصر أم لا يوجد؟ توجد توجد وتوجد وتوجد. الفتنة بمصر الآن يا سيد قرقور. سيد قرقور ما رأيك بما يحدث؟ سيد قرقور هذا ما موت قول شاهد على مسألة فولات الوجودية اليومية الأمريكية استغرقوه يا صديقة. أنا ما جاوب جاوب يا صديقة. أنت عايز تتبخر على فكرة. عندي في البيت في مره كده على الغدا على حاجه تستاهل بوقتك. طبق فرصات وطبق
البرلمان، تظبطوا لك الحال. الآن أيها السادة، هي المواطنة المصرية تؤكد انتشار الاحتكار والفتنة بمصر. أنا المواطنة المصرية بعقد. أيوه لك الله يا مصر. أو النبي يا أخويا، ادعي لها دي طيبة وبنت حلال. مصر، إلى أين تذهبين يا مصر؟ لا، إلى أين تذهبين الآن يا مصر؟ لا. أيها السادة، فاصل ونعود. حدثينا عن الفتنة بمصر. هو أنت يا أخويا تقعد تملى قدام الكاميرا ولما الفاصل يجي تقول الكلام المهم؟ عادينا نحن ندردش الآن. ندردش. الفتنة؟ اسألنا عن الفتنة. نعم. ده أنا أكتر واحدة مفتونة في مصر. كلهم فتانين. خد عندك أم خالد بتاعت الخضار فتانة، طالب بتاع الشماشي فتان، سعيد المنجد فتان، كلهم فتانين. نعم. طب يا شيخ إن لدي اعتقاد خاطئ أن تقليدي خالف الأخصائية، قلت صديقي إن اللي من شعب مصري أدخل أقل مخ القاسي. أنا حاسس إن أنا قاعدة بتكلم مع قاموس أطلس. حسنا يا عمار عد بنا الآن من الفاصل. عمار. أيها السيدات والسادة، عدنا وعدت من الفاصل، ومعنا الآن مداخلة تليفونية. السيدة مشاعل تفضلي. أبي أسأل سؤال غاية في الأهمية للأستاذ قرقور. يا عاشق ست مشاعل، تكون كثير عند العرب. والله معجبة فيك وايد يعني. ميرسي. والسؤال هو ما هو رقم جوالك؟ وما هو الإيميل تبعك؟ ولو تبي السرية أعطيني عنوان سكنك، معجبة بك وايد. سيدنا شاعل عنوان أدريس حبيبك في قيدة لهوة بقديو مقصيش يا أختي. لا على خير إن شاء الله. على خير. مدخلة السيدة سهيلة تفضلي. مشاعل اهدي شوية، اللي تشوفينه أنا مسكر التليفون. مسكرة. لا ما تقفل السنترات الله يكرمك. نعم نعم عمان صديقة، لقد وصلنا إلى عمق الحوار. إيه ده، إحنا دلوقتي في العمق؟ نعم سيدتي. وأنا أقول ما عنديش أرض، اللي أنتوا عندكم طول؟ ثانية واحدة. تفضلي. أنا جايبة عدتي معايا. نعم تفضلي. الآن وصلنا إلى المنطقة الحرجة. الشمشم، الشمشم راح على الشط، الشمشم، حد يجيب لي الشمشم. يا لهوي. وصلنا الآن أيها السادة إلى المنطقة الحساسة في حوارنا. الحساسة؟ نعم سيدي. يعني إيه في تحتية أطلاق قرش ولا إيه؟ يا لهوي يا صديقة، يا صديقة، يا صديقة، اطلعي من اللابسين، اطلعي من اللابسين. روحي هناك غريق هناك، الغريق هناك روح. حسن سيدتي، الآن حدثينا عن ادعاء الحكومة المصرية بانطلاق عجلة التنمية. عطلانة بطلانة خربانة. قول يا يرحمكم الله. نعم. سيدتي، هذا وصف دقيق لما يحدث بمصر. ايه يا اخويا؟ هذا وصف دقيق لما يحدث بمصر. طبعا يا اخويا، ده دقيق ودقيق ودقيق. ها هذا قد شهد شاهد من اهلها. انت جاي تتجوز هنا؟ ايها السادة، فاصل ونعود. المزيكا دي بتفكرني بالحرب اللي مش عارف. بقى يلا بقى احنا ايه نحكي بقى. الفاصل جاي هنتكلم بقى في الكلام المهم. الفاصل جاي لك يبقى عليك. الفاصل. نعم يلا. بص يا حبيبي، يا عجلة التنمية يا اخويا، بص يعني ايه يعني ايه ما فيها شوية حاجات كده، بس يعني اقول لك ده دم معوج والعجل مهوي شوية. نعم نعم. من ساعة ما التوك توك دخل مصر وحالنا واقف. اقول لك على حاجة، صبر العجلات اللي على راس الشارع دوت واقف عمال بيمشي الدمام من على العجل، حل واقف ما بيشتغلش، لا شغل ولا مشغل. ما تقصدي صبر الرباعي سيدي منصور يا بابا باشا باشا يا دلل باشا باشا. الشاب بخير. ثانية واحدة معايا التليفون. الو الو، ايه يخرب بيتك وكست بقي يخرب بيت. الو. ايوه يا صديقه. ايه يا سهيله كده يا عبيطه، يضحكوا عليكي ويخلوكي تقولي كلام ايه عن مصر. الاهل مين دول يا ولية؟ الناس اللي قاعده هناك دي. والنعمه. ايوه يا صديقه، السؤال الان قولي اين مصر؟ في قاره افريقيا. طيب يبقى ما تخليهمش يقولوا كلام ايه عن مصر. يا حبيبتي يا روح قلبي والنبي يا اختي، كويس ان انت فطنتيني وطمنتيني يا اختي، سبهتيني كويس، انت نبهتيني. خلاص بقى يلا سلام، انا هاخد انا شغلان تلاقي. بقول لك ايه يا استاذ زبادي؟ نعم. ممكن تطلب من الاخ عمار بس يرجع بالفاصل بعد اذنك؟ نعم نعم. عمار عدنا الان من الفاصل. شكرا يا عم عمار، شكرا. سيداتي بلا زفت الطين على دماغي.